إليكم نتائج شوطنا الذي انتهى، وشوطنا العاشر الذي مضى منذ لحظات وكانت صبا هي من استطاعت تخطف الفوز والناموس والانتصار وتهدي هالي في الهزاع. هذا الناموس وهذا الانتصار مع اللحظات الأخيرة. عبد الله بن سعيد بن سلطان بن الغميسة الشومسي له التحية على هذا الفوز والانتصار، وشكرا راشد بلغميسة على هذه المتابعة الممتازة مع اللحظات الأخيرة. المركز الثاني نسيم محمد بن مبارك بن سعيد الشامسي احتلت المركز الثاني، والمركز الثالث كان الوصول مع اللي هي تحذير سالم بن دغاش بن محمد العامري. هذه هي نتائجنا للشوط الذي مضى بتوقيت المقدارة 7:48. ينطلق شوطنا الحادي عشر في مجموعة الأشواط القعدان المحليات الأصايل. انطلاق موفق نتمناه لجميع المشاركين في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة. ناخذ مقدمة الشوط والمركز الأول. بلقى على الصدارة نسناس مبارك بن محمد بن مسري الهاملي، قدم نسناس مع المركز الأول في هذه اللحظات. على الصدارة حاضرا ابو محمد بشعاره وكذلك بنسناس. المركز الثاني بلقى غازي محمد بن راشد بن تريس الظاهري خذ المركز الثاني. المركز الثالث شوف التقدم في هذه اللحظات مع اللي هو سند عبد الله بن مطار بن محمد النيادي خذ المركز الثالث. المركز الرابع وش بنلقى في المركز الرابع يا استاذي؟ شوف اللي تابعني المركز الرابع بدون اشعار سالم سعيد بن عمان المهيري خذ المركز الرابع. ايها الحفل الكريم يتقدم في هذه اللحظات من خلال تواجد الكاسر، بينما المركز الخامس اعطونا المركز الخامس. شوف تقدم من خلال تواجد اللي هو مسعف سعيد بن ميثان بن خلفان الشامسي يتقدم بدوره في هذه اللحظات. ايضا لا زلنا مع المركز السابع. عطنا المركز السابع يا استادي. شوف هذا هو تقدم مشاهد الاعزاء في هذه اللحظات، وتقدم من خلال تواجد المارد فالح بن سيف بن فالح الشامسي خذ المركز السادس. المركز السابع يتقدم ايها الحفل الكريم في هذه اللحظات مشغل وعبد الله بن سعود بن عبد الله الشامسي خذ المركز ايضا السابع. المركز الثامن تقدم في هذه اللحظات من خلال تواجد مشاهد الكرام اللي هو شاهين الحزمي بن حمود بن حزمي العفاري. والمركز التاسع يبدو ان تدخل مع اللي هو محطم معضد بن سيف وحقب الشامسي. والعاشر يا محمد العاشر هذا هو اشعار ملوتيه بالطرف الاخر يتقدم بدوره في هذه اللحظات. اتابع الشعارات الاخرى ايها الحفل الكريم، وعود ايضا لصبا وسلاله صبا
صاحبة الشوط الذي مضى الشوط العاشر اللي احتلت المركز الأول وقدمت العرض ما فيها الكفاية حيث أنها ترحد رسالتها من سكر العاصفة ولم بنت سلهود بالنايفة. يا سلام حريقة في السهيلية بالغميس السلالة والأروع في عالم الساحر ما شاء الله. لكن لا زالت مسيرتنا مع شوطنا الحادي عشر القعدان المحليات الأصايل ولا زال اللي غير على مقدمة الشوط غير بنتريس الظاهري مع المركز الأول يقدم غازي على مقدمة الشوط مع المركز الأول. هذا هو غازي على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول. محمد براهي بن تريس الظاهري يقدم غازي على مقدمة الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذه الإثارة المستمرة بينما المارد مع المركز الثاني. يقدم المارد فالح بن سيف بن فالح الشامسي مع المركز الثاني والمركز الثالث. شوف تابع لي شوف التقدم في هذه اللحظات يا سلام عليها. الحزمي بن حمود بالحزمي العفاري يتقدم في هذه اللحظات يقدم بهذا الانطلاق وبهذا التحدي المثير. شاهين قدم لنا مشاكل مع الأشواط التي عبرت في هذا الصباح واحتل المركز الثاني. يقدم في هذه اللحظات اللي هو شاهين المركز الرابع هذا هو بلوتية ذكرناه مع المركز العاشر يتقدم بدوره في هذا الانطلاق. براك السهيل بن بخيت بلوتية العامري يقدم براك على مستوى المركز الرابع. تابع للشعارات الأخرى ولكن الله الكيلو الأخير الكيلو الأخير ولا يا بنابوس وينه يسير. هذا هو غازي على رأس الحربة على مقدمة الشوط مع المركز الأول ينطلق بهذا الانطلاق وبهذه التحديات مع المركز الأول. غازي مع المركز الأول غازي على الناموس غازي المارد مع المركز الثاني. هذا هو المارد مع المركز الثاني يقدم المارد بهذا التقدم وبهذا الأبداع. فالح بن سيف بن فالح الشامسي مع المركز الثاني لكن غازي على الناموس غازي بن تريس ما شاء الله مع المركز الأول في هذا اللحظات وبهذا التحدي المثير. يا سلام وسلالة غازي غنية عن التعريف ما شاء الله مع المركز الأول ينطلق بهذا الانطلاق وبهذه التحديات المستمرة. محمد إبراهيم بن تريس الظاهري يقدم غازي بهذا التقدم. شكرا يا بن تريس على هذا الفوز وعلى هذا الناموس مع غازي مع اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس على هذا الفوز 200 المتر الأخيرة ما شاء الله بدأ بالانفراد. غازي بدأ بالانفراد في هذه اللحظات على مقدمة الشوط مع المركز الأول ما شاء الله. شوف الأبداع وشوف التحدي والإثارة في هذه اللحظات مع غازي. شكرا يا بن تريس خلاص حسم الأمور اللي هو غازي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار وتهانينا راشد بن تريس الظاهري على هذا الانتاج الطيب. المركز الثاني أيضا أتى اللي هو شاهين الحزمي بن حمود بالحزمي العفاري احتل المركز الثاني والمركز الثالث كان الوصول أيها الحفل الكريم. المارد احتل المركز الثالث أيها الحفل الكريم وقدم المارد مشاهدين الكرام بهذا التقدم وبهذا الإبداع المستمر. هناك فالح حسين فالح الشامسي المركز الرابع المركز وبقية الأسماء بتركن إلى أعضاء خط النهاية في هذه اللحظات. 7:50 توقيتنا الزمني مع غازي محمد براهي بن تريس الظاهري. تهانينا والنام